call me a god. مرحبا واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. واليوم الفيديو راح نتكلم فيه عن جليتش في كول اوف ديوتي ماب ليبرتي فولز. بس قبل ان نبدا احب اذكركم انكم تضغطوا على زر المتابعه وزر اللايك في هذا الفيديو وتفعلوا جرس التنبيهات ويلا نبدا. بشكل عام الجليتش يطول لك اي قبل قم يخلي لك اياها اي قبل قم مؤقت يخلي لك اياها يعني الوقت لا نهائي، فيكون هذا القبل قم مفعل على طول. نبدأ في البداية من هذه الماكينة، طبعا تنقل قبل قم اللي تريد تختارهم او تريد تلعب فيهم، بس احنا بنقرب على قبل قم اللي هو البايلستوك. هنا قربنا على الارسنال اللي هي الارسنال باش تسوي تزيد تشارج فما يضبط الجلتش معاها، لكن في التجربة الثانية هذه هي نقرب على الستوك بايل اللي تستخدم الرصاص من المخزين او من الامو، ايوه من المخزين، وما تستخدمها من الكليب. مثل ما شفتوا اول ما ضربت راح نقص العدد لل 105 ل 25 ما تحركت، فنقض الوقت. هذا المشكلة انها تستمر يعني تستمر اكثر من القبل جمز اللي الاساسيات للجلتش والقبل جمز اللي راح يعني تخليك توصل لابعد عدد في نهايه. لما يريد يخلص الحين تضغط على زر 444 او اي زر اذا كنت تستخدم كنترولر، الزر اللي يفعل القبل جم. اذا ضغطته بطريقه مناسبه راح يصير لك نفس اللون الابيض اللي على اليمين، بكذا تعرف انه الجلتش تفعل وخلاص. الحين دائما لما نطلق الرصاص ينقص من ال 94 ما ينقص من ال 25، خلاص حتى لو خلص المؤقت الابيض اللي على اليمين ما يتغير شيء ويستمر الجلتش معانا ينقص من ال 94. فنسرع الوقت لحد ما يخلص الوقت او يخلص هذا الساعة اللي على اليمين. الحين خلصت، ولو نشوف لما نطلق الامو اي واحد يستخدم اللي على اليمين، فيعني هنا معانا ضبط الجلتش. وايوه الحين نطلع من هذا الجيم ونروح، يعني خلاص بعد ما قربنا نروح ونستخدم القبل جمز اللي نريد ان نفعل الجلتش الحقيقي معاهم، وانه نصعد فيهم بالراوندات نزيد الاكس بي، ونفس الشيء نخلص كل شيء في اللعبة. في البداية انا مثل ما تشوفوا اني برستيج 2 ليفل 1، ان نغير القبل جمز انا استخدمت ستوك بايل. هذه الارسنال ما تفعلت او ما صار معاها الجلتش، بس الستوك بايل صار معاها. انا نسميه نحط له اسم جلي، ما اريد استخدم كلمة جلتش عشان ما يكون انديكيتر للعبة انهم عني يعني يضربوني بان او اي شيء. ننقي هنا القبل جمز، هذه القبل جم اللي هي الفاير الفري فاير اللي هي تعطيك طلقات لا نهائية، ما ينقصن لا الطلقات ولا الكليب عندك. والقبل جم الثانية الايدل ايس اللي هي تخلي الزومبيز ما يشوفوك. وبعدين الثلاثة قبل جمز الباقيات ننقي اي حاجة لان ما نريد نستخدمهم يعني، او يمكن نقي اي حاجه من الرير. بس انا ما اريد انقي قبل جمز عشان ما تظهر لي دائما يعني هذا القبل جمز، لاني انا ما بحتاج لهم، يعني احتاج فقط للقبل جمز الاولى والثانيه. الاولى عشان ما يخلص الرصاص، والثانيه او ما يخلص طلق، والثانيه عشان ما يهجم علي الزومبي، وبكذا اقدر اصعد الراوندات. ننقي السلاح اللي نريد نلفله، لانك بتلفل السلاح طول ما تقتل به. ما ننسى ان ننقي الاوجمنتس الريسيرش عشان لما نصعد ليفلات نفس الشيء يتطور الريسيرش معانا. انا بخلص الديد واير عشان افتح الستامينا اب، وببدا من الستامينا اب بعدين يعني. نبدا الماب ليبرتي فولز. طبعا تنقي الماب اللي تريد تختاره سواء ليبرتي فولز او الثاني، تخلص مهام وكل شيء عادي بطريقة طبيعية، ما عندنا اي مشكلة. نبدأ الجيم ونتجه الى القبل جم
ماشيين. نتمنى انه يظهر يطلع يعني لنا واحد من هذا القبل جامز الاول او الثاني، ومثل ما نشوف طلعتنا القبل جام الثانية الايدل ايز. اول ما نفعلها مرة ثانية، انا عندي في الماوس الكيبورد رقم 4 هي اللي تفعل قبل جامز. لا تاخذوا 2 قبل جامز لاني قربت باثنين وما صار عندي الجلتش، ما اعرف هل بسبب 2 او لا، بس لا تاخذوا 2، خذوا 1 بس. مثل ما تشوفوا اول ما خذيت هذه الايدل ايز يتوقفوا الزومبيز، يتغير عند الجرافيكس، ما اعرف اذا كنت اقدر ارجع الجرافيكس للطبيعي، ما قربت صراحة، بس الفكرة اني اقضي الوقت. الحين مشى الوقت، الحين اضغط رقم 4، يعني اضغط اكثر من مرة رقم 4 وفشلت عندي الحركة، هجموا علي الزومبي. لذلك بروح الحين هذا قبل جام الثاني الراوند 2، بضغط رقم 4 عشان افعل قبل جام مرة ثانية، لان المرة الماضية ما ضبط الجلتش مع هذا. المشكلة اني خسرت يعني قبل جام برتقالي لما ما يضبط الجلتش، بس المرات الثانية ضبط. الحين فعلناها ونص الوقت مر، ننتظر للنهاية. هو على حسب الحظ، انا بعد ما خلصت هذه ما ظهرت لي اي قبل قم اريدها، يمكن كم 6 راوندات. الحين نخلص نضغط رقم 4 اكثر من مرة وشوف كلينا القبل قم مرة ثانية وتفعلت معانا، ومثل ما تشوفوا اللون ابيض على اليمين يعني انه الجلتش تفعل. نحاول نطلع القبل قم الثانية، شوفوا اكثر من مرة ما ظهرت لنا، بس ايوه بجرب اكثر من مره ولحد ما تظهر لي مره ثانيه الايدل ايز، ونشوف اذا يضبط معنا الجلتش. الحين ضابط معنا بالنسبه للفري فاير، مثل ما تشوفوا الامو ما ينقص. والحين راوند 4 يعطيني، لا راوند 10، شوف يعني من راوند 4 للراوند 10 ورجعت لي مره ثانيه الايدل ايز، والحين قرب الايدل ايز. نفعلها بطريقة طبيعية وننتظر لنهاية الوقت، ولما يخلص الوقت نضغط على زر تفعيل قبل جام في الكنترولر، اظني بالاشارات للاسفل او للاعلى والاسفل ما اتذكر، من زمان ما لعبت. الحين اضغط 4 4 4 4 وتفعل معانا الجلتش، ومن الحين عبارة عن راوندات. لعبت لحد الراوند 38 ما يظهر في الجرافيكس، بس بتشوفوا ان ليفلي وصل لليفل 16 وخلصت اسلحة كثير، فتحت جمعت فلوس كثير، وصلت اسلحتي كامل عن طريق السالفج للليجندري، خلصت كثير كولينج كاردز، نفس الشيء خلصت كثير كريتيكال هيت بالاسلحة بالمسدس بالسنايبر، اتوقع لا ما استخدمت سنايبر، طورت الاسلحة وايوه تقدر لو تخلص يعني مهام اللغز تقدر توصل للنهاية وتواجه المونسترز البوسز وما يهجم عليك. هنا راوند 13، هذا افضل مكان يتجمع فيه الزومبيز، بس دائما على نهاية كل راوند لازم يعني تتمشى شوية في الماب، بحيث انه يرسبنوا الزومبيز البعيدين اللي ما تقدر توصلهم، يرسبنوا مرة ثانية قريبين منك يهجموا عليك، ما يهجموا عليك طبعا، بس تشوف على الماب تمشي وتشوف على الماب لحد ما تحصل نقطة حمراء تهجم عليه وتقتله عشان تخلص الماب. تقدر تخلص نفس الشيء هذا البوكس المستر بوكس، تحصل فيه أسلحة، في النهاية الأسلحة بالسالفج تقدر تطورها للليجندري، وتقدر من هنا الباكا بانش توصلوا الباكا بانش 3 ويكون اقوى شيء عندك السلاح. بالنسبة للدروع تقدر تاخذ لك الفيست اللي هي 3 دروع، بس ما تستفيد منها لانك في النهاية ما بيهجم عليك زومبي اطلاقا. مثل ما تشوفوا فوق وصلنا لليفل 16، ومثل ما تشوفوا اللود اوت هنا خسرناهن، حتى لو فصلت الانترنت حتى لو قفلت اللعبة راح تخسر القبل جمز، لكن في الجيم لما تستخدمهن ما راح يتحرك الوقت، وهذا الهدف من الفيديو. نشوف الكولينج كاردز اللي خلصناهن، ما بشوفهن واحدة واحدة طبعا، لكن هذا في الزومبيز ما كان عندي ولا كولينج كارد، والحين خلصنا نسبة كبيرة منهن حتى في الهارد اند. وايوه
أتوقع هنا نكون وصلنا لنهاية المقطع، نشوف السلاح وين وصلناه. هنا تكون نهاية المقطع، أتمنى أن أعجبكم الفيديو واستفدتم منه. نشوفكم فيديو آخر، لا تنسونا من المتابعة ودعم القناة، ونشوفكم في يوم وفيديو آخر. توصلون إن شاء الله للـ1000 متابع، قريبين جدا جدا. هنهاية المقطع، والسلام عليكم.